السلام عليكم ورحمة الله. اليوم سأعلمكم كيفية إنشاء فاتورة بالفاست ريبورت. هنا كما تلاحظون فاتورة هذه، نذهب إلى الفاست ريبورت، نضيف هذه TFRX ريبورت كما نلاحظ هنا، ثم نضيف DB Dataset. هذه DB Dataset نربطها بقاعدة بيانات بالداتا سورس فاكتور، ثم نذهب إلى هنا، نضغط مرتين نذهب إلى هنا Reports Data، سنجد كل الداتا سيت التي ربطناها، وبالتالي نجد البيانات هنا. من هنا يمكنك أن تضيف حقل نصي عادي، أي شيء، فاكتور كما تريد. هذا حق النص عادي، وهذه بيانات مثال ايدي انتربريز. نقوم هنا كما نلاحظ، هنا نقوم بجلب البيانات من قاعدة البيانات. هنا لرسم الجدول، هنا نرسم الجدول العادي هنا هكذا. أما هنا لكي يقوم بحساب المجموع، نقوم بإضافة ماستر داتا كما هنا، ماستر داتا، نقوم كما تلاحظون الديزينياسيون كونتيتي بري دو فونت. هذه البيانات أضفناها من هنا من الجدول، وضعناها في ماستر داتا، في داتا سيت ماستر داتا، ثم هذا التوتال نضغط عليه مرتين ونضع Dataset pre-initer sum، يعني مجموع sum dataset pre-initer for quantity واحد، يعني هذه quantity. كما نلاحظ المجموع هنا، المجموع 204 زائد 204 يساوي 96. هنا تي في أيضا داتا سيت اللي هي توتال، نضربها في 0.19 ونضيف لها الحقل النصي دي أ دينار جزائري. هنا حق النصي عادي. شكرا لك.